تلخيص للتكست بوكس كتير اتقدمت له بوصفة سحرية على طبق من ذهب ساعدته ينجز. في بقى بريكوشن خاصة بالميتفورمين. الميتفورمين قلت لك ان يهمه قوي ان الكيدني يكون كويس. اي مشكله في الكيدني لا هيتراكم جوه الجسم ويبقى فيه برولونجد اكشن وممكن يدخل في مشكله كبيره اللي بيعملها لاكتيكاتيدوز. امتى نبقى مطمنين ونديله؟ مش بالكرياتينين، بحاجه تانية. الاي جي اف ار، الاي دي اختصار استيميتد جي اف ار. ندخل بقى في كلام في منتهى الخطوره فيما يخص الانسولين، وهنا بقى اللي فات حماده واللي جاي حماده اجدد تاني وتالت ورابع. خد نفس حلو وسمي الله معايا. اهلا بيك في المحطه التاسعه، وانا عندي 11 محطه في مرحله الجلايسيميك كنترول. المحطه التاسعه دي هنتكلم فيها كتير قوي، هتاخد مننا وقت ومجهود، لكن هتبقى سهله جدا معاك باذن الله. انا عايز اعترف لك باعتراف والله بفضل الله عز وجل ان الفيديو ده بالذات يعتبر من اكتر الفيديوهات في الكورس اللي انا تعبت فيها جدا. والله ما بقولك كده عشان من باب اي حاجه غير ان انا بدردش مع بعض الناس اللي بيبقى مهتمين بحاجات زي كده. طبعا مش كل الناس في الكورس بيبقى مهتمين بحاجات زي كده. خد مني مجهود جامد جدا، والمجهود ده مش بس منتال ولا فيزيكال، كمان سايكولوجيا، فعشان خاطر اقدر اظبط لك الداتا دي كلها. لكن من فضل الله عز وجل سعيد جدا بالبرزنتيشن اللي انت هتسمع بيها الموضوع ده. فتعالى بقى مع بعض نربط الحزام ونعيش في رحله الانسولين، لان في كلام كتير قوي. في الاول انا هجيب لك الكلام منين؟ الكلام بس مش على الانسولين، كل الجلايسيميك كنترول. انا بحس ان اغلب الناس اللي بيتكلموا في الموضوع بيستندوا على حاجات كتير جدا في ببليكيشن اللي هي كانت مشهوره قوي، ال NHS Diabetes Guideline بري اوبريتيف مانجمنت في الادلت ويز دايبيتس. هي فعلا كانت قويه جدا، منشوره باب ميد، ال NIH من الحاجات المحترمه جدا. المهم لكن المشكله ان الحاجات دي كانت 2012، في ابريل 2012، فهي قديمه قوي. فعايز اقول لك ان الحاجات دي يعني في كلام اتغير جدا 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 منها. فانا جبت لك منين؟ الحمد لله بقى، من احنا دايما هنا في الكورس بنجيب الموست ريسنت، يعني اجدد الجديد. تخيل يا سيدي فاضل دايبيتك بري اوبريتيف مانجمنت 12 في الان اي اتش برضه بتاريخ كام بقى؟ اللاست ابديت 8 مايو 22. احنا النهارده في 6 22، يعني الكلام ده من شهر. تخيل بجيب لك حاجات من شهر يا سيدي الفاضل، بفضل الله عز وجل، مش بقول لك من سنه او 10 شهور 12، لا من شهر. طيب عشان نفهم قصه الانسولين حلو، انا هعرضها لك بطريقه مختلفه جدا. هبدا الموضوع معاك من الاول، وهنا هتبدا كميه مفاجآت، بس عايزك تبقى متقبلها واحده واحده. بص يا جميل، الانسولين وانا بتكلم عليه المفروض ان انا عندي عناوين معينه. الانسولين بصفه عامه بقى سواء بري انترا بوست، عندي عنوان اسمه ريجمن. يعني ايه كلمه ريجمن؟ هل تقصد بيتاخد ازاي ونوعه ايه؟ لا، احسن بيتاخد ازاي، ده اسمها روت، اما انواعه ده اسمها تايبس. وزي ما اتفق معاك مش هكلمك في ديتيلز فارما. امال ايه المقصود بريجمن؟ لا هفهمك دلوقتي حالا. طيب ما تيجي ناخد العنوانين الصغيرين الثاني والثالث اللي هو الروت والتايب. الروت بتاع الانسولين ممكن يتاخد سبكوتينيوس اي في واي في انفيوجن. اللي احنا هنا هنعتمد عليه اكتر هو السبكوتينيوس والاي في انفيوجن. تمام؟ حلو جدا. طيب نقطه التايبس، هتلاقيني كاتب لك 6 تايبس. ايه 6 تايبس؟ يعني كل انواع الانسولين في السوق 6؟ لا، ماليش دعوه باللي موجوده في السوق. ليه؟ ان الانسولين بيتقسم حسب الديوريشن الى الاتي. اي دواء حسب الديوريشن المفروض يبقى عندي 3 تقسيمات، اللي هو حاجه بتشتغل وقت قصير، وقت متوسط، وقت طويل. فانا متوقع ان انا عندي شورت اكتنج، انترميديت اكتنج، لونج اكتنج، اللي هم رقم 2 و3 و4، ودول منطقيين جدا. وانا متعود ان من ناحيه الانست دي تقسيمه تانية خالص، ان غالبا الرابد انست اللي بيشتغل بسرعه بيبقى شورت اكتنج. فعشان كده كنت بقول لك في الفارما غالبا الشورت اكتنج دراج من ناحيه الديوريشن بيبقى رابد اكتنج من ناحيه الانست. الا ان هنا في الانسولين الموضوع في سنه اختلاف، في نوع لوحده كده طالع كده في سماء عالم الانسولين بيتميز ان الانست رابد قوي، فبيسموه رابيد اكتنج انسولين، وده الكلاسيفيكيشن الوحيد اللي حسب الانسيت. اما بقيه الكلاسيفيكيشن حسب الديوريشن. طبعا اللي فاهمين فارما معايا الحمد لله فاهمين الانسيت حاجه والديوريشن حاجه ثانيه. كلهم فصلوا ان في نوع في الانسولين اسمه رابيد اكتنج ونوع ثاني اسمه شورت اكتنج، معناه ان ده اكيد غير ده، وان القاعده العامه بتاع فارماكوديناميك ان الرابيد انسيت هو شورت اكتنج، هنا في الانسولين مختلفه، ده نوع وده نوع ثاني. طيب اغلب الانسولين اللي احنا بنستخدمه او هنجيب سيرته كتير بيبقى شورت اكتنج. الشورت اكتنج له اسماء تانية خلي بالك عشان هنجيب سيرته كتير جدا،
بقول لك انا عايز ادي مثلا جرعه انسولين تحت الجلد سكوتينيس، بتعامل مع ايفت مهابه جلاسيميا، فبدي حاجه شورت اكتنج عشان انا انترا اوب او حتى كمان بري او بوس، فهتلاقي ان الاستخدامات هي اوقات مختلفه جدا. المهم الاسم التاني له هذا شورت اكتنج كلمه ريجولار انسولين او سوليبل انسولين، وكل ده هيومن انسولين، لان برضو تقسيمه بتاع هيومن ونان هيومن مش هناخد بيها دلوقتي، احنا بنتكلم على الديوريشن. الاسم التجاري اللي مشهور جدا في بعض البلاد هو اكتي رابد، والشركه هنا عملت حركه بنت الاذينه، خدت بالك هم مسمينه اكتي رابد يعني كانه بيشتغل بسرعه، مع ان التسميه دي يعتبر غلط، لان انا عندي نوع اسمه رابد اكتنج غير النوع اللي انا بكلمك عنه اللي هو شورت اكت. فبنا وانت فاهمين ان الاكتي رابد ليس رابدلي اكتنج انسولين، ده كلاسيفيكيشن تاني خالص، ده اسم تجاري دعايه عشان يبقى هو واخد المسين، ده انا شورت وسريع في نفس الوقت. طيب عندي الانترميديت اكتنج، عندي اللونج، الجديد بقى ان انا عندي الترا لونج وعندي الترا شورت، لكن مش هنجيب سيره الالترا لونج والترا شورت، بس بعرف ان ده طيب رقم 5 و6. لما نيجي نبص على الكيرف ده يا سيدي، انا مش عاوز تحفظ اللي تحت الشورت اكتنج زي مين واسمائهم ايه ومين هم الانترميديت اكتنج ومين هم اللونج، لا خالص، بس اللي يهمني هو الكيرف العلاقه بين الديوريشن والانتنستي بتاعته. بصفه عامه كده اما تيجي تبص على اللون الاحمر، فين اللون الاحمر اللي هو اللي فوق ده رابيد اكتنج، هتلاقيه ان هو بيشتغل بسرعه جامد جدا، الاونس بتاعه في خلال 5 دقائق بيوصل للبيك هو زي ما انت شايف البلازما في 30 90 دقيقة. أما حبيب قلبنا اللي هو باللون الأورنج ده، اللي ده يخصنا كتير قوي ونجيب سيرته كتير، اللي هو شورت أكتنج ريجولار سوليوبل انسولين، ده بقى يبدأ شغله بحوالي 30 دقيقة. أكيد باين قوي إنه مش رابيد أكتنج زي النوع اللي اسمه رابيد أكتنج انسولين، صح ولا لأ؟ ده الأونس بتاعه 30 دقيقة لساعة، يوصل للبيك في البلازما من ساعتين لخمس ساعات. لما تدخل بقى على الانترميديت اكتنج يا سيدي هتلاقيه لا، بيبدا في ساعه ساعتين والبيك 4 ل 12 ساعه، يقعد شغال الانترميديت من حوالي 12 ل 18 ساعه، ودي مهمه خلي بالك. اما اللونج اكتنج اهوت يا سيدي، طبعا باين قوي اللونج اكتنج انه هيبدا يشتغل متاخر ساعه ساعتين، بيقعد قد ايه؟ حوالي 24 ساعه. الالترا لونج ممكن يوصل ل 36 ساعه. طيب المهم يا سيدي، ده نبذه صغيره على التايب اوف انسولين والروت. فاضل لنا بقى الاهم عندي يا غالي هو الريجمن، خلي بالك الكلام ده كله تمهيد عشان احط معاك اساسيات الانسولين، ولما اجي معاك اقول لك الانسولين هعمل ايه بري، هعمل ايه انترا، هعمل ايه بص، ونتكلم على قصص واحتمالات كتير وسيناريوهات حلوه، تبقى انت فاهم الاساس، ودايما انا بحط معاك الاساس. ايه بقى الرسمه اللي تحت اللي انا مسميها لك ديت اللي تخص الريجمن؟ هما يا سيدي اخدك من هنا وكبرها لك وعملت لك الصيد اسمها 44 ماجنيفايد، يعني جيت على الجزء اللي تحت وعملت لك تكبير له. الحته اللي جايه دي في غايه الاهميه، فركز معايا فيها يا جميل. ايه المقصود بالرسمه اللي انت عاملها دي يا دكتور؟ الخط الاسود اللي تحت ده، ده يمثل النورمال بلاد جلوكوز ليفل. طيب العيان بتاعنا ده دايابيتك ولسه ما خدش اي انسولين خالص، سواء بقى تايب 1 منلي او تايب 2 وقلب من اورال الى انسولين، حلو؟ بيزيكلي الليفل بتاع البلاد جلوكوز عنده عالي، والا ما كانش نقول عليه انه دايابيتك، صح ولا لا؟ عشان كده الخط الاسود ده طلع 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 وبقى الليفل الازرق ده، وكل المنطقه ديت هو ده الهاي بلاد جلوكوز ليفل من النورمال الى الليفل اللي انت واقف عليه. مثلا انت كنت هنا 126 ملي جرام ديسي لتر، العيان ده لسه ما اديناش اي انسولين خالص، مش انا وانت لا، هنا الدكتور بتاعه بطنه او اندوكراين قرر يديله انسولين وهيبدا يشوف هيدي انسولين ازاي. طب انت ليه راجع بينا قوي كده؟ ما حته مالناش دعوه بيها، لا لما تفهم اصلها هتفرق معاك جدا في كل حاجه. سكر العيان ده يا سيدي وصل ل 255، ده كده من غير ايه؟ من غير اكل، من غير اي حاجه، ده بقى البيزك جلوكوز ليفل بتاعه في دمه. مش كده وبس، يجي بقى العيان ياكل اي اكله فيها كربوهيدرات فيبدا البلاك جلوكوز ليفل يعلى اكتر من البيز، يعني مثلا ال 255 ممكن توصل 314، وبعد شويه يرجع تاني للبيزك هاي بلاك جلوكوز ليفل اللي هو 256. طيب هل الشوت اللي بتحصل في البلاك جلوكوز ليفل دي لما بتنزل للنورمال؟ لا، بتنزل برضه لهاي بلاد جلوكوز ليفل. طيب هل بلاد جلوكوز ليفل بيعلى فقط مع الدايت؟ لا، اذر ايفنت، عشان كده كاتب لك ويز ايفنت اخر بس يكون اللي هو اللون الازرق ده اذر ذان الدايت، عشان كده الالوان مهمه قوي ولازم عينك تبقى متذوقه الالوان. فانا اعمل لك اللون البيربل الغامق ده هنا وهنا توصل بين ده بتاع الميل، كاتب لك ده دايت يبقى ده دايت. اما اللون الازرق ده معناه ان ايفنت تاني بيعلي لك البلاد جلوكوز اكتر مما هو عالي غير الدايت، فكاتب لك اذر ذان دايت. ستريس، انفكشن، تروما، ايا كان، طلعت الانتي انسولين هرمون او اسمها كاونتر هرمون وبدات تعلي لك البلاد جلوكوز، ماشي. الكلام ده من ناحيه الفسيولوجيكال يا دكتور، انا
هيفرق معايا ايه؟ بما انك فاهم فيسيولوجية البلاد جلوكوز بيعلى امتى، فانت لما تيجي تدي انسولين كدكتور شاطر، وده يمكن تخص الناس اللي شغالين عناية، خلي بالك، وتخص لو حد عندك في العيلة، يعني لا قدر الله او حد من الريلاتيف بياخد انسولين، تبقى فاهم الدكتور اللي وصف لي انسولين ده دكتور فاهم ولا لا. ليه؟ لان هنا بما ان انا عندي ثلاث اشكال مختلفة من الهايبر كلاسيميا، فهيبقى طبيعي ان انا يكون عندي ثلاثة مانجمنت بالانسولين مختلفين عن بعض. الكلام منطقي، وضح لي اكتر. هتلاقي ان الانسولين المفروض يتاخد عشان يظبط كل حاله من الحالات دي، فاصبحت انا محتاج ادي انسولين يغطي طول اليوم البيزك ستيت اوف هايبر جلايسيميا اللي ملهاش علاقه باكل ولا بايفن، لان العيان ده بيزيكلي بلاد جلوكوز اعلى من الطبيعي من غير اي حاجه، حتى هو نايم، حتى هو فاستنج، حتى هو ريستنج، حتى هو قاعد يتفرج على التلفزيون ومأنتخ في حاله من الهايبر جلايسيميا، فلازم ياخد جرعه انسولين تظبط له الهاي بيزك بلاد جلوكوز ليفل. يقوم يسموها ايه؟ جرعه انسولين بتظبط البيزك هايبر جلايسيميا، فسموها كلمه بيزل انسولين، ولها اسم تاني باك جراوند انسولين. الجرعه دي المفروض ان هي تشتغل طول اليوم عشان تتعامل مع الهايبر جلايسيميا اللي موجوده طول اليوم من غير اي ايفنت، فاهم قصدي؟ بتتعامل مع الجزء ده اهو اهو اللي هو الجزء ده. فانا عندي ريجمن من الانسولين اسمه بيزل انسولين، خلاص هنختار كلمه بيزل بدل باك جراوند، بيتعامل مع البيزك هايبر جلايسيميا. انا كده فهمت؟ طب بالله عليك لو قلت لك اختار لي نوعه، ما انا قلت لك الريجيم من حاجه والطيب حاجه تانية، تحب تدي حقنه الانسولين؟ ولغايه دلوقتي انا بتكلم عن الانسولين كله انجكشن للاسف، يعني هيبقى ثوره في الطب، وهتيجي هتيجي الاورال انسولين هيجي وقته. هو مشكلته طبعا ان الانسولين بيتهضم 100% في المعده، فبالتالي او في جايتي ان جنرال، فمش عارفين نعمل حل للمشكله دي، بس كل حاجه لها حل. اللي خلاهم من ايام قليله اعلنوا على انه وصلوا اخيرا للتريتمنت للكانسر، وعملوا الحقنه اللي هي حوالي بكام؟ ب $10,000، والمفروض العيان ياخد 40 حقنه، وبيشتغل على الريزيستنت كانسر اكتر للكيمو زي التوراين والبريست والكولون كانسر، وبيشتغلوا على التي هيلبر وغيروا فيه جيناتيك، يعني عملوا شغل جامد جدا بعد 20 سنه شغل او اكتر، وصلوا لحلول رهيبه لحاجه مرعبه زي الكانسر. فمليون في الميه هيوصلوا لاورال فورم من الانسولين، هيلاقوا حل. المهم، فصاحبنا ده هياخد سبكوتينس انسولين، عايز يغطي اليوم كله، فما اقول لك اختار لي نوع، هل يجيب انسولين شورت اكتنج ولا انترميديت ولا لونج اكتنج؟ لا، يبقى منطقي يجيب لونج اكتنج عشان يغطي اليوم كله. يبقى انا دلوقتي عرفت معلومتين، ان في حاجه اسمها بيزل انسولين، ونوعه هيبقى لونج اكتنج انسولين. حلو قوي، جميل. طيب هتعمل ايه مع الهايبر جلايسيميا اللي بتيجي مع الاكل اللي هو الحته دي؟ هتحتاج جرعه انسولين ثانيه تغطي الشوية هايبر جلايسيميا اللي حصلت مع الاكل. نقوم نسميها انسولين متعلق بالميل، فسموها ميل ريليتد انسولين. ايه ده؟ ده انسولين تاني غير البيزل. ايوه، ده ريجمن تاني، يعني العيان هياخد انواع مختلفه من الانسولين في اليوم الواحد، ايوه، وفي اوقات مختلفه عشان تغطي احداث مختلفه. الكلام منطقي جدا. فقال لها صاحبنا بياخد حاجه اسمها ميل ريليتد انسولين، طب ما نسميها اسم تاني، نسميها برانديال انسولين. فعلا منطقي، برانديال اكل، او نسميها كلمه نيوتريشنال انسولين. فعشان كده هتلاقي العيان اللي بياخد انسولين ايا كانت الطريقه، الم او حقنه، المهم يعني في الاخر سبكوتينيوس، بيجي قبل الوجبه يقوم يقيس الانسولين بتاعه، وظبط هو الدكتور وظبط له يعني في الاخر بعد عمل محاولات كتير، ويقول والله انا مثلا قبل الغداء هناخد كام وحده، قبل الفطار، قبل العشاء، هيظبطها. ففي حاجه اسمها نيوتريشن انسولين، يعني بديك الافكار. طيب حلو، يبقى العيان دلوقتي هيمشي على ريجيم اسمه بيزل انسولين ونيوتريشن انسولين. في حاجه ثالثه لسه قايل لك عليها، ان ممكن انسولين يزيد مع ايفنت معين غير الاكل، عشان كده ان المفروض ان في قياسات مختلفه اثناء اليوم الواحد. بكلمك على عيان في بيته مش عندك في العمليات خالص، بس برضه بقول لك باخد من وقتك ووقتي عشان نفهم الاساس اللي انا هكلمك فيه في حاجات جايه كمان شويه. الحاله الثالثه بقى، ان اثناء اليوم لاي ستريس زاد الجلوكوز، فانت محتاج تدي انسولين بقى يكوركت الهايبر جلايسيميا ديت اللي مالهاش علاقه بالاكل، فيسموها ايه؟ كوركتيف انسولين. يعني انت دلوقتي عايز تقول لي كام ريجمن للانسولين؟ عندي ثلاثه ريجمن. في بيزل انسولين، اوكي، ده اساسي، ده الاساس حضرتك، وده منطقي ان نوعه يكون لونج اكتنج. وفي حاجه اطلع بقى فوق معايا اسمها نيوتريشنال انسولين او برانديال انسولين، وفي حاجه اسمها كوركتيف انسولين. انت عرفت ده بتاع ايه وده بتاع ايه؟ من ناحيه الطيب يا غالي، لما نيجي نسال يا عم النيوتريشنال او يا عم الكوركتيف انسولين انت نوعك ايه، هقول لك انا ممكن اكون شورت اكتنج، ممكن اكون انترميديت، ممكن اكون ميكس ما بين الشورت اكتنج والانترميديت، لكن استحاله اكون لونج. اللونج ديت هخليها فقط لحكايه البيزل. كلام كده منطقي؟ ليه بقى بقول لك الكلام ده؟ سيدي فاضل، لو ليك اي ريلاتيف بياخد انسولين ككرونيك كنترول للديابيتس، ولقيت ان الانسولين بياخده هو برانديال فقط او كوركتيف فقط،
اعرف ان الدكتور اللي بيعالجه ده دكتور مش فاهم الدنيا كويس. الصح ان اي عيان بياخد انسولين في الدنيا لازم يكون ماشي على بيزن انسولين، وبعد كده حط النيوتريشنال، حط الكوركتيف، ده حاجه تانية. انت مش هتعمل الكلام ده بس تبقى فاهم الكلام ده. طيب كام وحده بقى يعني البيزل ده هختار له لونج اكتنج زي اللانتوس على سبيل المثال مثلا، كام وحده مع الاكل بياخد، كام وحده مع البريكفاست مع اللانش، الكلام ده كله شورت اكتنج زي الاكت رابيد او السوليبل او الريجولر، بياخد كوركتيف او بياخد بريميكس، الكلام ده مش بتاعك بس انت فاهم الفكره. طيب عايز اقول لك نقطه كمان على البيزل، البيزل ده مهم جدا، اغلب الدكاتره للاسف لا يعلموا شيء عن حاجه اسمها بيزل انسولين، يظبط العين فقط على نوتريشن كوركتيف. كوركتيف دي انا وانت بقى اللي هنحتاجها لحضرتك. ليه؟ عيان جالك قبل العمليه وهو صايم صايم صايم، يعني اكيد مش هيحتاج نوتريشنال انسولين، لان النوتريشنال مع الاكل عينك صايم، فهو في مرحله البري او في مرحله الانترا ولقيت السكر شط منك طلع منك عالي، فده ايفنت اذر ذان النيوتريشن. فانت لما بتدي انسولين ساعتها انت بتدي شورت اكتنج انسولين، ايوه، عشان يعالج الايفنت ده. فالانسولين اللي انت بتدي له ده تبع اي ريجمن، ده اسمه كوركتيف انسولين. يعني بيني وبينك انا وانت لما هندي انسولين كمان شويه للعيان بتاعنا احنا بندي كوركتيف انسولين. شفت الدنيا بدات تنور ازاي؟ ايه بقى المعلومه اللي انت كنت عايز تقولها لي على البيزل؟ البيزل ده المفروض ان هو بيتاخد مره واحده في اليوم، فالعيان بياخدها وانس ديلي، ممكن ياخدها في الايفنينج، ممكن ياخدها في المورنينج، انا تحت اهو، انا هنا تحت، تمام. احيانا جرعه البيزل انسولين دي جميل بتلاقيها اتقسمت على مرتين في اليوم، فبدل مثلا على سبيل المثال المكان هياخد 10 وحدات الصبح او بالليل من اللونج اكتنج، وانت بتعرف ان هو بيزل ازاي؟ ان ده النوع الوحيد اللونج اكتنج، يعني انت المفروض في الهيستوري بتاع العيان تقعد تتكلم معاه ايه بقى الانسولين اللي انت بتاخده، فيقول لك انا باخد انسولين اسمه كذا بالليل مثلا 10 وحدات، وانسولين اسمه كذا مع وجبه كذا ووجبه كذا. نفترض ان انت مش عارف اسماء الانسولين انجكشن اللي بياخدها العيان، معاك النت بتاعك وقوم تكتب كده مثلا النوع ده، تعرف ان ده نوعه لونج اكتنج. لونج اكتنج ده يبقى العيان ده حظه حلو انه متظبط كويس على بيزل انسولين مع دكتور فاهم، وتعرف ان اللونج اكتنج هو البيزل. خلاص انا عرفت انا بتكلم عن البيزل. طيب ال 10 وحدات لو قال لك ان ال 10 البيزل دول باخدهم على مرتين، مره الصبح مره بالليل، امتى نعمل كده عشان تبقى فاهم حلو قوي؟ في حالتين، المفروض ان هي الجرعه واحده واخلص، صح؟ ده لونج اكتنج هيقعد 24 ساعه. لو الجرعه اللونج اكتنج اللي انت اديتها ديت وقعت لك السكر، لان اكبر مشكله مع الانسولين او الاو اتش دي هي الهايبوجلايسيميا، وده مش هسمح بقى ابدا. فبدل ما بدي ال 10 وحدات يغطي 24 ساعه ويحصل منهم هايبوجلايسيميا يا معلم، ساعتها الدكتور الشاطر الحلو قوي يقول للعيان بتاعه لا، ال 10 وحدات دول لو ما بيزر هقسمهم لك خمسه وخمسه، ما يحصلش اصلا هايبوجلايسيميا. فده يبقى سبب اولاني يستدعيك انك تقسم بيزل الى جرعتين. الحاجه الثانيه ساعات ان العيان يجي ياخد البيزل من هنا 10 وحدات لونج اكتن في مكان الانجكشن يحصل سكين انجري، سكين دامج، فنقول لا الجرعه دي كتيره على المكان ده، فبالتالي انا هديهم في جرعتين، يعني خمسه وخمسه، يبقى اهدى على الجلد ومش هيحصل دامج فيها. فده سبب تاني انك تقسم البيزل. تاني، كل القصه ديت مش بتاعتك بس تبقى فاهم ان المفروض العيان يبقى ماشي على بيزل انسولين بلس اور ماينس نيوتريشنال وكوركتيف، لكن الاصل هو البيزل، تخيل. والبيزل ده ممكن يبقى مره او مرتين، حلو قوي. هنا وهنا فقط يصنع وحوش التخدير.